باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي، واحدة من الكلمات اللي قوية الموجودة بالنص اليوم عم بيقول دخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. تخيلوا حيلكن شي مرة رايحين عشي، عم نتخيل رايحين عشي مطعم جوعينين بالليل، وصلنا على مطعم يلا إن شاء الله يكون مفتوح حتى يتويتكن على المسكة، وانتو يعني بهالثواني القصيرة عم تتمني يكون الباب مفتوح، جوعينين بدنا ناكل، حتى ايدك على المسكة وانت عم بتشده لقيته مسكر، بتصير مرات تهزه كأنه أنا مغلط لازم يفتح الباب. بشعل وقفي برا، بشعل وقفي برا بالجوع بالصقع بالبعد عن الله بشعي. شو بيقول النص؟ بيقول اللواتي دخلنا هن المستعدات، يعني هودي أشخاص تحضروا، هي كلمة كتير أساسية بالنص، هن المستعدات يلي عارفين حالهم يوم من الأيام بدو يوصلوا للحظة الموت. قبل ما يموتوا بفترة طويلة ضلوا يعمروا ويعمروا ويعمروا ببيتهم السماوي، تصار عندهم بالسما بيت، وقت اللي ماتوا لقيوا بيتهم جاهز. فإذا هودي الأشخاص اللي عم بيحكي عنهم الله، المؤمنين يلي مش عندهم روح الطيش، يلي اخدين إيمانهم بالمسيح على محمل الجد. فإذا أنا خلال حياتي كلية كل يوم كل ساعة وكل أحد أنا بستعد إلى لقاء الله. إذن أول مرحلة هي مرحلة الاستعداد إلى لحظة الموت. سؤال جدي، اسألوا حيلكم، ما بدي حدا يجاوبني، مين عن جد عم بيشتغل تيعمر بيته السماوي من هون؟ مين منا عم بيشتغل يكون عنده قصر يشتغل يتعب تيقدر يوصل على السماء مثل ما بيقولوا من البوابة العريضة؟ مين عم بيتعب منا؟ بتمنى أكيد نكون الكل، بس عم بسأل تتسألوا حيلكم، أنا عم أتعب إلى بناء بيتي ولا أقعد مرتاح؟ أحد قديس يوم الأحد more than enough، خلص بزيادة، ما بتعب، ما في تعب، مش عم بستعد منيح. أنا فكر أنه أوكي لك يا أبونا إيش عم نعمل، ليه منسبوا ليه منقتلوا ليه منوقف، بيصير يعدولنا العكس. بنشوفها إذا الله رد بالأحدين اللي جايين علينا شو أنواع الخطايا. اليوم في عنا فرصة إنه نحن نستعد إلى لقاء الله. طيب هودي المستعدات دخلنا وقلنا كتير بشعل الخبرية، أغلق الباب خلصت، ما بقى في مجال إلى الدخول، خلصت ما في مزح. بيجوا هودي البنات التانين يلي أساس إنه نحن نضحك عربنا بطريقة معينة، وعندنا شوية زيت شغلين شوية أشياء بحياتنا، مقدسين لنا قديسين ثلاثة، بيجوا وبيدقوا على الباب، يا رب يا رب افتح لنا. خلونا على أول مرحلة، يا رب افتح لنا، سبعين شي مرة هالكلمة قبل بالإنجيل عند متى؟ نعم. بأي فصل؟ الفصل السابع. بيقولون طار الأشخاص اللي بدهم يقولوا لي يوم من الأيام يا رب يا رب أنا باسمك تنبأنا، أنا باسمك طردنا الشياطين، بيقول لهم الحق أقول لكم لا أعرفكم. كتار الأشخاص اللي حيقولوا له صرخوا له يا رب دخلك افتح الباب، لا تتركنا برا يا رب، بالبرا الجوع، برا في الخوف، برا في الحيوانات الضارية، افتح لي الباب يا رب بدي فوت. بدي يقول لك ما بعرفك. الأشخاص يلي بدون يقفوا برا ويدقوا تمشان الله يفوق يفتح لهم، هن الأشخاص اللي عم بيقول عنهم الرب أنت جاهل جاهل. يوم اللي كنت أنا عم بصرخ وعم بقول لك تعال على الكنيسة قدس حب صلي اغفار، ما كنت عم بترد. اللي فاتوا مستعدات إلى الملكوت السماوي هن الأشخاص اللي بعتذر يلي تركوا وراهم بوابة الحقد، ترك وراهم بوابة الشهوة، ترك وراهم بوابة السرقة والمراكز العالية، ما هموهن، ما بدنا إياهن هودة، نحن بناخد مركزنا فوق بالسماء. هسوا أحبه، ليش الجاهلات ما فاتوا على السماء؟ ما لكم دور جوي. وقت الله قال لهم لا أعرفكم في عدة أسباب، بحكي عن واحدة منهم. نحن حد الماضي كنا عم نقول قديش نحن منقرب على يسوع منصير نشبه يسوع. طب إذا أنت ما بتعرف تحب وما بتعرف تغفر
الله ما بيعرفك، الله ما بيعرفك، الله بيعرف أولاده اللي بيحبه. إذا أنتوا ما بتعرفوا تحبوا، كيف الله بده يعرفك؟ ما نشايفك قبل، حتى لو جينا على القديس وعلى الكنيسة وهون مسكر، أنت ما جيت على الكنيسة. القلوب المسكرة الله ما بيقدر يخرقها، ما بيقدر. لهالسبب أحبه المعلوماتكم، يلي بده يفوت على السماء، مين ما شاف بالسماء بده يسلم عليه، لأنه بالسماء مركز الكميل، بالسماء مركز المحبة. فوق مش ممكن اطلقها بشخص وابرموجي عنه، بالسما ممنوعه. رح يقلكن الرب اذا ما بتحلوا مشاكلكم، هو بيقوله بانجيل متى، يعني حل مشاكلك قبل ما يوصل الجليد القاضي، حل مشاكلك. يعني بكلمات تانية، كل الاشخاص اللي ما بيحكوا مع بعضهم بيضلوا قاعدين بالمطار تا يتصالحوا مع بعضهم تيفوتوا عبوابة السما. اليوم عم بيقولكن الأبوني استعدوا، جاي لحظات بتكون دقوا فيها على البواب بتقولوا له يا رب ما كنا عنك كل يوم أحد، وأبونا الضعيف يطول بوعظته مدري قداش يحكي وينقع مخنة. بدي أقولكن بعتلكن حدا يحكيكن. رجاء يا أحبة اتصالحوا مع بعضكن، حبوا بعضكن قبل ما يسكر الباب. وهيدا كلام جد، سيدنا بيقول هناك يكون البكاء وصريف البرافو وصريف الأسنان. هونيكي بتصيروا تقولوا له يا ريت يا ريت يا رب يا ريت يا رب، ما بقى تنفع كلمة يا ريت، أغلق الباب. شغلة تانية، اليوم نحن مرئين بأزمة بالشرق الأوسط، نحن مرئين بحالة حرب. طيب كشعب مسيحي منطلع منشوف الأراضي المقدسة يلي الأنبياء كلهم مشوا عليها، اسمها أراضي مقدسة لأنه الله كان عم يحكي من خلال أشخاص مشيهن بشوارع هالضيع. كآخر شيء تكللت الأراضي المقدسة بأنه الله لمس الأرض بمنطقة الشرق الأوسط تحت. اليوم أنا كمسيحي مرائب، تبوا عم برجع بعيد كلمة مسيحي مش كشخص عادي، أنا كمسيحي مرائب عم استعد إلى دخول السماوات. انتوا مع مين؟ ما تجاوبوا، انتوا مع مين؟ الحرب بتبين انه اسرائيل ضد فلسطين، في ناس بيشوفوها غير طريقه، الحرب بين اليهود والاسلام. انا بقولكن ياها غلط، ليه هودي ضد هودي وليه هودي ضد هودي؟ الحرب هي بين الله يلي بيحب السلام وبين الشيطان يلي بيحب الحرب. إيش ما كانت تكون الحرب، مين ما كان عم بيقتل مين، انت اليوم كمسيحي عم بيقول لك مربولوس انتم جيل تضيئون فيه كالنيرات وسط جيل معوج ومنحرف. انتم عم بتضيئوا كالنيرات، ايش شغلتكم كمسيحيه؟ ما بتوقفوا مع الشيطان، ما بنوقف مع الحرب، ما منقول للاسف الشديد انه في ناس بيقولوها لانه عار عليهم، بيقولوا لك إن شاء الله يقصفون أكتر، إن شاء الله يفوتوا فلين بالحرب، إن شاء الله يقتلوا هون، إن شاء الله يموتوا، أو بالأحرى بيقولوا لكم فخار يكسر بعضه. اسمعوا، المسيحي ما بيحكي هيك، المسيحي ما بيحكي هيك. المسيحي اللي عم بيستعد لدخول السماوات بده يكون من جوا في سلام، بيكون من الأشخاص الحكماء مش الجهال، من الأشخاص الحكماء اللي بيقول يا رب أنت تبعت سلامك على الأرض، يا رب أنا بقدم لك مسبحة تيوقف توقف الحرب، يا رب أنا بقدم لك نهار صيام. في حرب بين الشيطان والله، مع مين بتوقفه؟ أنا اللي علي أوقف هون لابس ثياب الله، ما بحكيكم كلام عاطفة، أنا بوقف على منبر الله تحكيكم كلام الله. اليوم كمسيحيين أشو دورنا بالحرب؟ نحن معنيين ولا لا؟ 100% معنيين. نحن اللي منرش بالعالم ريحة السلام، نحن بخور الكون. طلعوا ريحة بخوركم، اسحبوا مسابحكم. بعد يومين، يوم الثلاثة، داعي بطريرك الليتين بالقدس لنهار صيام بالكرة الأرضية كلياتها عنية السلام، عنية السلام بالشرق الأوسط. أنا شخصياً عامل قديس هون الساعة 7، رح نصلي المسبحة قبل منها على الساعة 6:15،
الخبرية اللي عم قلكن إياها شاركوا معنا تيوقف الحرب، وطالب البطرك إنه نحن نقدم نهار الثلاثة نهار الصيام، ما بناكل من 12 نص ليل يوم التنام للثلاثة الظهر 12 ساعة صيام. عم بيطلب منكم زدتوا إيمانكم، زدتوا إيمانكم، هلأ محتاجينه، زدتوا مسامحكم هلأ، يعني بالمعنى رموها مثل الورد، النار بتطفى بالماء. قولوا له يا رب بحق قوة معموديتنا، بمية المعمودية بنهر الأردن يا رب انت تطفي النار. انتوا مع مين؟ انا عم بقولكم شغلة، نحن نستعد الى دخول السماوات، خلونا نستعد من دون حقد. ما بيناسبنا ابدا نحن نقول مع او ضد المسيحي، كل حياته بياكل كف وبيحط راسه بالارض، بيجي لعند يسوع بيقول له انا كلت كف كرمالك. طلعنا قديسين من ورا الكف من ورا الذبح، بس وقت اللي بلشنا نحقد صرنا نشبه الكون، ما عاد الكون يشبهنا. سؤالي، نحن من اي نوع؟ نحن اليوم من اي نوع؟ انا بترجيكم، انا ببوسكم بايديكم، بترجيكم، انا بنحني قدامكم، اذا بتسمحوا لتخلوا الحقد، بترجيكم ما تخلوا الحقد يعمي قلوبكم. هذا منا رسالتنا بالكون، ما تخلوا الحقد. بس تشوفوا الحرب، مصلبوا ايدكم على وجهكم، قولوا يا رب انت تطفي الحرب، نحن مع الله ضد الشرير. انتوا بتقرروا وين بدكم تكونوا، يا بارات الباب يا جوات البيت. قولوا نشكر الله.